لوجدت أن الناس جميعا راحلون إلى الله والدار الآخرة. أدعوك مرة أخرى أن الصفوف ينبغي أن تتسوى وصول الجنائز لنصلي عليهم جميعا. مقدمة أزيز ساكن دار الشيوخ كاملة، لأن سبع ضحايا اليوم مش كانوا يتسكروا، وين سبب بهذه المناسبة وفتحت الفرصة قناة النهار مشكورة، السائقين هم متسببين في المشاكل. ميم سيارة الأجرة، السيارة الفردية هو النوم. النوم المتسبب الرئيسي، لأنني بصيبتي كنت رئيس مصلحة ومسؤول في الإياف في الصحة، أنا عارف شكاين. أغلبية الحوادث هي النوم، لأن نوعوا سائقين السيارات، أي سيارة مهما تكون صفتها الشاحنات أو سيارات، يا ودي تنقس ريح ورقد. ها هو الحادث يحقرها مدة خمس دقائق ربع ساعة تكون الضحية هو المواطن. ايه هاو الحادث اليوم هنا نزلوا سبعة من الناس خلاف لها في المستشفى خلاف لها في ولايات أخرى. احنا اليوم رانا نشوفوا الجلفار راك من هنا كاين ولايات أخرى. حوادث المرور السبب الرئيسي هو النوم. نطلب مخاوتنا أصحاب السيارات أصحاب الشاحنات الحافلات السرعة وقلة النوم راه هم السبب الرئيسي. الحذر واليقظة وكذلك نتحل شوية نتعب نرقد. مطلوب 8 سوايع نوم نرقد 8 سوايع. سايق سيارة يجي بلاصة يجيبها من وهران لقسمطينة ما يتعبش. مقواه وشني يحقر المده هذيك المده اللي يرقدها يسبب في حد. هام سبعه اليوم هانا سكرنا شكرنيات هام وين ماتوا. شفتوا الجنازه الله يبارك الناس واقفه تمشي. يا ودي نطلبوا من هات المنبر من سائقين السيارات الشاحنات الحافلات النوم هو السبب الرئيسي والسرعه. الحذر واليقظه وخاف ربي راه روح راه مش حاجه سهله راه روح راش كبير رجالك فيه الزاق ونساك فيه الزاق راه مش حاجه سهله راه روح. ونعزي ساكن دار الشيوخ كاملة وأهل الضحايا ونطلب الشفاء المصابين وبارك الله فيكم. بالدرجة الأولى نشكر قناة النهار المرافقة في جميع المحطات وربي صبرهم بارك الله فيكم.